القلب العروبة ونبضها، حيث تتشرف عمان اليوم بأن تضم بين جوانحها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، ملوك وأمراء ورؤساء أقطار الأمة العربية الماجدة في اجتماعهم الأعلى 11. هذا الاجتماع الذي ينعقد على بعد أميال من الأقصى والصخرة والمهد ومقام إبراهيم، لا شك أن أفئدة الأمة العربية من محيطها إلى خليجها ترنو في هذه اللحظات إلى هذه البقعة من الوطن العربي، إلى عمان عاصمة الحسين، وهي تستضيف مؤتمر القمة العربية 11 وتعلق عليه الآمال الكبار. بسم الله وعلى بركته أفتتح مؤتمر القمة العربي 11، وأسأل الله التوفيق للقائكم المبارك والنجاح في تحقيق الخير والنصر للأمة العربية. أيها الأخوة، افتتح جلالة الملك المؤتمر، والكلمة الآن